عاش يا سلطان البلاد، ابن انت لابن شداد، عاش يا سلطان. يا بس انا سيبه يا شكري، مالكش دعوه بيه. راجل رخم يعني، ما تظلمش ده. سيبه، معلش معلش. بس يا ابني، بس يا حبيب، بس يا باب، بس يا حبيب، بس. صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي. يعني انت مستحمل موسم كامل، صلى على النبي. خلاص خلاص، اخر روايه، ما حدش يعمل معاك كده. والله احسن واحد عندنا الولد ده. والله ما اعرف ابدا ان هو مجنون، ده مجنون، ده خد الواد نزل بيه. انت عبيط يا هد، ما تعرفش ان هو. معلش معلش، ما احنا اسفين. تعال اعمل السلطان، خد تعال. يلا يلا، فضل فضل فضل. تحب نقفل الستاره ولا حاجه؟ فضل فضل. ايه ده؟ وايه النازله اللي نزل بيها معايا دي؟ معلش معلش. ايه؟ حاضر حاضر، وبراحتك يعني، براحتك او باي سرعه، براحتك. فاكره عادي. وانا عملت ايه في الاكل؟ حطيت في السم كله. حطيت السم في الاكل؟ اه. مفيش اي صنف ما فيهوش سم بحيث ان انا اكل منه؟ لا، كله في السم. مش اشكال الاكل. العصير، انا عايز كوبايه عصير وتزود فيها السم. آه. وكوبايه تانيه من غير سم، انا هشرب اللي من غير سم. طب ما احط سم في الاثنين. انت عايز تخلص مني يعني؟ ايوه. خلاص حط سم في الاثنين، بس عايزك بقى تعمل الاثنين مختلفين عن بعض. واحد اعمله كانتالوب وواحد اعمله كيوي. كيوي وايه؟ كانتالوب. طب هو في سؤال، هو الكانتالوب ده كانتالوب ولا كان ايه؟ هو كانتالوب، هاته واعصره وحطه وحط فيه السم. ماشي. يلا شكرا. ماشي. ابعد عنه، ابعد عنه، ابعد عنه. دي جت منين دي؟ اتفضل يلا اطلع معاه، اطلع معاه. انا اسف يعني، بعد اذنك يعني. فضل. ماشي ماشي. تعال تعال تعال، اتفضل تعال تعال تعال، احنا اسفين يعني. اتفضل اوقف هنا، اتفضل. دستور. اه، قائد الطرح. دستور يا جناب السلطان العظيم. يا دي الفنون الشعبية اللي أنا فيها. فنون شعبية إيه يا مولاي؟ هو أنت لسه شفت حاجة؟ أنا شفت حاجة. لا كده رسمي يعني. مولاي. ماشي ماشي ماشي. دلوقتي عملت ايه في الراجل الخاين اللي كان جاي عايز يقتلك؟ لسه ما عملتش اي حاجة يا مولاي، لكن اكيد هعمل، ولازم اقبض على المتآمر عشان اعمل كده. واقبض عليه بقى يا مولاي. لو قبضت عليه وقتلته انا هجوزك خديجة اختي. بتتكلم بجد يا مولاي؟ انا عمري هزرت قبل كده؟ هتجوزني خديجة؟ ايوه. اذا لازم ارقص رقصة الفرح في رمضان. وده أعقل واحد عندنا يعني. خلاص وافقت هتتجوز خديجة، بس الأهم تجيب لي المتآمر. أنا عايز أقول لك على حاجة يا جلالة السلطان. فضل. مفيش أي متآمر، أنا اللي عملت كل ده وخليت متآمرين كتير حواليك عشان تفضل تخاف وتفضل في احتياج ليا. إيه ده يعني؟ مفيش حد عايز يتآمر عليا؟ لا. يبقى مفيش جواز من خديجة إلا لما تجيب لي أي حد متآمر. هات لي أي حد وقول لي ده متآمر اقتله بإيدي. أجيب لك أي حد متآمر، بس اتجوزني خديجة يا مولاي. المهم تجيب لي المتآمر. حاضر يا مولاي، أجيب لك متآمر يا مولاي. تفضل تفضل تفضل.
مولاي. فأنا آسف. مولاي حط النقط على الحروف قبل ما نطلع سوا على الروف، والسلك لمس يا فول مدمس، أنا عايزة أغمس جعان هموت. دي مش هيام، ده انت دخلتي في حاجة تانية خالص يعني. عموما يا هيام أنا تحت أمرك، اتفضلي. مولاي كان ليا طلب عندك. اتفضلي. ممكن تمنع وجود الجواري هنا في الحرم لك؟ معقولة؟ أنا عندي حوالي 300 جارية هستغنى عنهم بسهولة كده، وإزاي يبقى في حرم لك من غير جواري؟ يا مولاي الغيرة بتاكلني. الغيرة بتاكلك؟ آه. ما تقلقيش عمرها ما تخلص عليكي أبدا يعني. بجد يا مولاي؟ عموما أنا ممكن أخلي الجواري كلهم يمشوا وما يفضلش غيرك أنت بس يا هيام هاني. آه. بس على شرط. إيه؟ الراجل الضيف اللي جاي لنا من قبرص ده عايزين نرحب بيه، وهم سلو بلدهم إن اللي يرحب بيهم أما يتحط لهم عصير يشرب العصير كله. هيتحط قدامه كوبايتين، لو شربتيهم هستغنى عن الجواب. هشرب الكوبايتين؟ يعني دي حاجة بالنسبة لك سهلة متهيألي يعني. ماشي يا مولاي، تمام. اتفقنا؟ اتفقنا. في الحالة دي همشي الجواري كلهم. ماشي يا مولاي. يلا اتفضلي، اتفضلي. تعال، تعال، أنت واقف مش عارف تعمل إيه، تعال، اتفضل، اتفضل. تعال يا كرياكو، مفيش حد، تعال. اسمعي يا حبيبتي، بقالي 3 سنين ما شفتكيش، عاملة إيه؟ أنا حامل يا كرياكو. إيه ده؟ مني؟ أنا آخر مرة شفتك كان من 3 سنين، هو أنا جامد أوي كده؟ في إيه يا كرياكو؟ أنا من أصول هندية، بنحمل بعد 3 سنين عادي. إيه ده؟ يعني أنت عامل بقالك 3 سنين؟ يعني الواد ده في بطنك عنده 3 سنين دلوقتي؟ اعملي له سونار بقى، صوفيا عايز جالك كراسة الدراسات لونه إيه؟ ما تقلقش عليه، هو تمام. أهم حاجة دلوقتي يا كرياكو ما تشربش السم اللي السلطان هيديهولك، السلطان هيحط لك السم في المشروب. ايه ده بس؟ انا عطسان والله العظيم، رقي ناسف، مش قادر، نفسي اشرب اي حاجه. انت عبيط ولا ايه؟ هتموت يا كرياكو. لا هموت، لا خلاص مش هشربه، ادام هموت. السلطان شكله جاي كده ولا ايه؟ خلي بالك يا كرياكو، اوعى تشرب من السم. مش هشربه، مش هشربه خلاص. السلام يا كرياكو، انا مش هشربه خلاص. ايه ده؟ خلاص قلنا مش هشرب المشروب، في ايه مشكله يعني؟ مش فاهم. كرياكو ايه الاخبار؟ كله تمام؟ لا ده زي الفل هنا. تمام كرياكو، احنا بنرحب بيك يعني. ومنورنا في القصر، وكل الرجاله بتوع القصر هيجوا يحتفلوا بيك. رجال القصر؟ ايوه يا مولاي، ايوه. رجال القصر، انت اول واحد تيجي؟ اقف ساكت. يا رجال القصر، احنا بنرحب. عمرك يا مولاي السلطان العظيم. لا بنرحب بكرياكو، ويا ريت احتفالا بينا قدم له العصير. اتفضل قدم العصير. انت ممكن اشرب العصير بعد الغدا؟ هو ده مكوخه، اوعى يا عم. ايه ده؟ مش قادر اشرب دلوقتي. معلش، اصل انت لو شربت قبل الاكل ده هيفيدك. ليه؟ لسبب بسيط. ما انا بس يعني مش قادر انا اشرب دلوقتي. انت بتشرب العصير؟ شربت السم. ما انت اللي حاطط السم بايدك في العصير يا غبي. هو طبخ السم بيدوقه. بيدوقه مش يشربه كله، دوقه على لسانك بس. ايه ده؟ انت خدت لي السم جوه العصير. واضح الحكايه اتلخبطت، وانا مش فاكر قلت لمين يقتل مين. مش اشكال، ادي الاشاره اهي اهي. يلا اجري اجري. السلطانه دي بتولع. يا مسيد استني استني يا اختي. ايه ده؟ الناس دي تحولوا شمع كده ليه؟ ما عارف كده. في شمعه ضربت، والله في شمعة منهم ضربتني. عملت بقول لك ايه؟ قول ثبت صنم، ثبت صنم. ايه ده؟ انتوا بتلعبوا اللعبة دي حلوة قوي. تعال سلمه، سلم سلم. امشي انا كمل انا. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ يا رب اعرف، يا رب اعرف. انت؟ انت؟ لا مش انا. اتكلم، تنزل فيه. يلا يا حبيبي ماشي، ثبت صنم. هو ده يلا عجينا عجينا. خلاص انت مش عارف اللعبه دي، انت مش عارف، انت مش قلت لي ده هيحميك؟ ما سايبني اكل كل ده. خلاص بقى يلا نقفل المسرحيه العشوائيه دي.
عشان كفايه قوي كده. ايوه يعني كفايه قوي عبط لحد كده. كفايه بقى لنا ساعه بنعبط. طيب كفايه قول الحكمه بتاعت المسرحيه. هقول بقى حكمه المسرحيه عشان تخلص. ايوه ماشي. حكمه بقى بتقول ايه؟ طاعه الوالدين اهم من طاعه الاب والام. الله انا عندي حكمة. إيه؟ يا مستني مراتك تعزمك على الفطار، يا مستني السبك ينتج افطار. الله يلا يا سلام. لا حلوة دي، يلا نقفل على كده ونلم الليلة ونتكل على الله. يا ابني هو احنا فاتحين كشك نلم الليلة ايه؟ ما ينفعش ولا انت ولا هو تقول حكمة المسرحية. امال مين؟ فتودونا في داهية. استاذ اشرف هو اللي بيقول الحكمة. يا استاذ اشرف. مش لاقيين حاجة تقفلوا بيها طبعا. الفكرة كلها بتاعت المسرحية بسيطة جدا والحكمة موجودة عندي. حكمة بتقول يا مستني المسلسلات التركي تخلص عمرها ما تخلص ولا حاجة.